السلام عليكم طلاب. المحاضرة الرابعة اللي هي تتكلم عن body structure. So first we will talk about the body planes. There are three types of body planes: mid sagittal plane, coronal plane, transverse plane. So the mid sagittal divided the body into left and right parts. فنانا جسم الإنسان من نقول ناخذ مقطع متساقيتال، معناه هذا نقسم الجسم مثل ما تشوفون هنا، هذا المتساقيتال يقسم الجسم إلى جهتين يمين ويسار. لما نقول الكورونال بلين، واحد يأخذ صورة لكورونال بلين، معناها إنه فقط مثلا يقسم الجسم، هذا الكورونال يقسم الجسم إلى جزء أمامي وجزء خلفي. أما الترانسفيرس، okay, الترانسفيرس بلين اللي يقسم لنا الجسم، ترانسفيرس يقسم الجسم إلى جزء علوي وسفلي، okay. فالرسم هو يعني بالنسبة لكم ممكن أجيبه وأقول لكم، يعني هاي كلها فقط تأشيرات تخلوها، تخلوا لي الميساجيتال بلين which one، الكورونال بلين، ترانسفيرس بلين، كلك مثلا indicate the body planes. هاي جدا مهمة. وتلاحظون بالرسم اكو هم بعد رسومات، هنا انتيرير معناها هي الامام، بوستيرير الى الخلف، اما ميديال نحو الوسط، ليترال نحو الجوانب، انفيريال نحو الاسفل. بس نجي للبادي كافيتيز، الفجوات اللي موجودة بالجسم. Depending on the body cavities and which place is located, we can divide it into dorsal, posterior, or ventral, anterior. Dorsal, posterior, مثل مكتوب نانا الفجوات الخلفية اللي هي تشمل النشن والكرانيال والسباينال. الفجوة اللي يوجد فيها الدماغ اللي هي هذه كرانيال، والفجوة الأخرى اللي يوجد فيها الحبل الشوكي اللي هي هذه، الاثنيناتهم تقع وين؟ في خلف الجسم، اوكي، في الجهة الخلفية من الجسم، يسموها dorsal posterior cavities. اوكي، نجي على الفجوات اللي موجودة بالجزء الأمامي من الجسم، اللي هي ventral anterior cavities، اللي تشمل لنا thoracic، منطقة الصدر، اوكي، اللي بها الرئتين، abdominal، منطقة البطن تحتوي على الأمعاء، pelvic، الحوض، اللي هي موجود بالأسفل. فالمطلوب معرفة الفجوات المهمة بالجسم. اوكي، اذا واحد يجيكم اياها فراغات او تعداد او multiple choice، عرفون انه الكافيتيز بشكل عام بها قسمين رئيسيات، الدورسال والفنترال، والدورسال بدورها تتفرع الى sub cavities the cranial and spinal and ventral divided into three parts thoracic abdominal pelvic. نجي الجسم ممكن يقسم الى quadrants الى مربعات. اوكي، فعندنا هنا منطقة الحوض البطن راح نقسمها إلى مربعات تكون من أربع مناطق، تسميات موجودة بالسلايدات اللاحقة. أوكي، فالأبدومينال بيلفيك كافيتي divided into four quadrants by two imaginary lines. نرسم خطوط وهمية في منطقة البطن اللي هي خطين، أوكي، خط عمودي خط أفقي، فتقسم منطقة البطن إلى أربع مربعات. أوكي، cross at the umbilicus of the body، هي منطقة اللي موجودة فيها السرة. اوكي، هاي مننا احنا نبدي نرسم خط عمودي وخط افقي، خط مثل ما يقول one horizontal line and one vertical line، يعني خط عمودي وخط افقي. These quadrants we can use initials or symbols. Okay, refer to these quadrants. So the four quadrants, it's RUQ, LUQ, RLQ, and LLQ. دائما هاي المصطلحات شوفوها بالتقارير الطبية. ال RUQ معناها شنو؟ Right upper quadrant. ال LUQ معناها left upper quadrant. ال RLQ معناها right lower quadrant. أما ال LL اللي هي left lower quadrant. احنا مو قلنا قسمنا منطقة البطن إلى أربع مربعات، فمعناها المربع
العلوي الموجود على جهة اليمين، والمربع السفلي الموجود على المربع العلوي الموجود على جهة اليسار، وراها هنا هذا معناها المربع اللي موجود المربع السفلي الموجود على جهة اليمين، والمربع السفلي الموجود على جهة اليسار. فالمربع العلوي بيمين ويسار، والمربعات السفلية بهم يمين ويسار. فالمطلوب من عندكم تعرفون، راح يجيكم الرسم، تعرفون مكانات هذه المربعات في الجسم وتسمياتها ورموزها. بس الابدي ابدي يعني الابدومينو بيلفيك ريجنز هم تقسم الى 9 مناطق بالنسبه كريجنز، اوكي ككودرنس الى 4، بس كريجنز اوكي تقسم الى 9 مناطق. لهم في بعض الاحيان انه ممكن الطبيب يحتاج انه يشير الى كودرنس معين، يشير الى ريجن معينة بالجسم، فيستخدم هاي المصطلحات، هاي معروفة اوكي. فالمنطقة الأولى والثانية اللي هي رايت اند ليفت هايبوكوندرياك، اوكي المنطقة الثالثة اللي هي ابيغاستريك اللي فوق المعدة، المنطقة الرابعة والخامسة اللي هي رايت اند ليفت لمبر اللي هي على يمين ويسار الجزء السفلي من الظهر، الامبليكال اللي هي منطقة الموجود فيها السرة، الرايت اند ليفت انجوينال او ايلياك اللي هي يمين ويسار عظم الحوض، الهايبوغاستريك اللي هي تحت المعدة. هاي المناطق التسعة تحفظوها ومكاناتها بالرسم اللي راح يجي بالسلايد. هاي هي الرسم اللي يوضح لنا حقيقة، الرسم في A يوضح لنا الـ4 مناطق المهمة اللي إذا قسمنا الأبدومينو بيلفيك أريا، إذا قسمناها by two imaginary lines one vertical one horizontal راح ينتج لنا 4 quadrants، right upper quadrant left lower quadrant left lower quadrant right lower quadrant. ممكن يجيكم الرسم ما بيها التأشيرات تخلوها مكانها، ولازم تنتبهون انه الصورة هي عكسكم اوكي. فهذا left لانه تفترون اوكي تجون توقفون نفس موقع هذا الشخص وجهه الى يكون بهالاتجاه، راح تشوفون انه هذا هي فعلا جهة اليسار. اما اذا شكل بي اللي يمثل لنا الـ9 مناطق الموجودة بالابدومينو بيلفيك اريا، فاذا قسمنا منطقة الابدومينو بيلفيك اريا الى 9 مناطق 9 regions، هاي هي 9 regions. فاول منطقة اللي نبدي بالوسط umbilical region المنطقة الموجودة فيها السرة، epigastric region هي منطقة فوق المعدة، hypogastric region منطقة تحت المعدة، عندنا هنا عظمة الإيليك اللي هي عظام الحوض، فالرايت inguinal iliac region or left inguinal iliac region. ممكن تقولون left iliac region right iliac region هم مقبولة، يعني أما الكلمة inguinal أو البين قوسين اللي هي iliac. هنا المنطقة قلنا على يمين ويسار أسفل الظهر اللي هي right lumbar region و left lumbar region. هنا left والright اللي هي left hypochondriac region و right hypochondriac region. أوكي هاي المناطق ممكن يجيكم الرسم ما موجود عندكم التأشيرات، فلازم حافظين مكانها. هسه نجي إلى بعض المصطلحات. فعندنا cell cyto معناها شنو؟ cell خلية، كاريو أو نيوكليو اللي هي معناها نيوكلس اللي هي بالعربي نواة، هيستو اللي هي باللغة الإنجليزية تشيو معناها نسيج، انتيرو اللي هي معناها أمامي بالإنجليزي front or anterior، ميديو اللي هي وسطي اللي بالإنجليزي middle، انفيرو اللي هي معناها تحت below or lower، ليترو معناها إلى الجوانب، يشير إلى الجانب side to one side،
عندنا dorso or posterior معناها خلفي اتجاه الخلفي back of the body خلف الجسم behind posterior okay gastro اللي هي المعدة الستومك thoraco اللي هي منطقة الصدر chest cranio اللي هي جمجمة cranium skull نفس الشيء pelvi or pelvo اللي هي منطقة الحوض pelvis باللغة الإنجليزية فكل شيء أحمر هو المصطلحات الطبية فأنا أجيبكم abdomino تقولوا لي abdomen كيف okay. يعني what the medical مثلا what the medical words that used to describe abdomen you will say abdomino هي منطقة البطن loins or lower back اللي هي limbo الجزء السفلي من الظهر بين آخر ضلع وعظام الحوض هاي يسموها limbo فسنجي على بعض الأمثلة على combining forms zero معناها dry جاف acro معناها أطراف extremities extremity يعني أطراف الأيدي والأرجل viscero أعضاء داخلية internal organs patho معناها مرض disease unknown etio غير معروف leukocytolysis اللي هي destruction of white cells هنا راح نذكر لكم what the meaning مثلا of leukocytolysis تقولون شنو destruction of white cells تحطيم خلايا الدم البيضاء pertaining to the coccyx okay اللي هي آخر عظمة في العمود الفقري okay coccygeal erythroid okay resembling red اي يعني اويد هذا المصطلح معناها يشبه اوكي فيشبه كريات الدم الحمراء erythroid tumor of black cells اوكي اذا نريد مصطلح طبي يوصف لنا كانسر يصيب الخلايا اللي تكون لنا صبة الميلانيا الخلايا السوداء يسموها هي الميلانوما اوكي اوما معناها كانسر هنا بهذا يعني يعني هاي المصطلحات الطبية والميننج فهنا ايش نسألكم نسأل الطالب عن الكلمة اوكي من خلال معناها او العكس يعطى الطالب الكلمة ويكتب المعنى مثلا give the word that means resembling red راح تقولون erythroid او اقول لكم شنو erythroid تقولون resembling red اوكي بس نجي more exercises number 5 pertaining to the neck نشير إلى إذا أردنا نشير إلى الرقبة راح نقول cervical number 6 abnormal condition of yellowness حالة غير طبيعية من اصفرار الجسم راح نقول المصطلح الطبي لوصفه cirrhosis okay الأشلاء تلفظ number 7 abnormal condition of blueness حالة الأزرق يعني الجسم بيتحول للون الأزرق بسبب اختناق أو مرض معين cyanosis لأن سيانو معناها أزرق pertaining to the vertebra of the loins sorry هي اللمبر إذا نشير إلى منطقة اللوينز اللي هي اللمبر أسفل الظهر pertaining to a disease of unknown إذا نشير إلى مرض غير معلوم غير معروف الأصل مالته في idiopathic number 10 pertaining to the body إذا نريد نشير إلى الجسم somatic فشي جسمي يعني somatic cells مثلا خلايا جسمية okay specialist number 11 specialist in the study of disease شخص مختص بدراسة الأمراض شي سموه pathologist عالم في علم الأمراض number 12 pertaining to the internal organs إذا نريد نشير إلى الأعضاء الداخلية visceral هسه ممكن يجيكم سؤال build a medical word أعطيكم المعنى ال white cell تذكروا تبنوا لي كلمة طبية ف white cell شو تقولون leuko cells site معناها خلية leuko يعني أبيض number 2 build a medical word that means pain in the stomach شو تقولون gastralgia أو gastrodynia ألم في المعدة okay. number 3
Built a medical word that means instrument to measure the cranium, the skull. Craniometer. Number 4. Build a medical word that means enlargement of the internal organs. Viscero-megaly. تضخم الأجزاء الداخلي. Number 5. Incision of the chest. So the medical word that used to describe incision of the chest is thoracotomy. Okay. Number 6. Study of tissues. Viraset incision. Histology. Then histology is a word that means study of tissues. Number 7. Record of an X-ray. Radiogram. Build a medical word that means pertaining to a deficient color. Maculon. Hypochromic or لون خافت. Hypochromic. Chrome معناها color. Hypo معناها شوية لون فاتح. Hypochromic. Okay. Deficient ليس غير بالكلر. ليس غير فاتح. مو باللون الطبيعي. هسه نجي لبعض المصطلحات اللي مس اختصاصكم. اللي هي medical and surgical procedures. First one is electrocardiography. It means recording of electrical impulses generated in the heart. إذن عبارة عن تسجيل نبضات الكهربائية اللي تولد بالقلب. Okay. أكو جهاز تخطيط هذا هولتر. Okay. وأكو جهاز تخطيط عادي اللي معظمكم شايفيه. فقط الجزء اللي أنا محافظته بالأحمر هو المطلوب. إذن هو تسجيل النبضات القلب. مصطلح الآخر الاندوسكوبي اللي هو الناظور مثل ما تلاحظون بالصورة. Visual examination of an organ or cavity with an endoscope. الغرض من عدها الاندوسكوبي هو عملية مشاهدة أوكي. مشاهدة جزء يعني عضو داخلي أو فجوة أوكي. عن طريق الناظور تشوفون ناظور فشي لهنا ذي يلاحظون ليشوفون ليفحصون المعدة فيسوون visual examination أوكي. بعض الأحيان يستخدم نفس الناظور لأخذ خزعة نسيجية بايوبسي يعني بقى مكتوب أنا شاطبع أطبع عليه بس هو use for biopsy هم يعني ممكن نستخدمه. هنا أنا بالصورة موضح لكم الإلوستريشن الرسم دي يوضح لنا gastroscopy دي يفحصون المعدة okay using endoscopy. سنجي المصطلح الآخر اللي هو راديوغرافي اللي هو الإكس راي جهاز الأشعة السينية. Use of an electromagnetic beam. Use of an electromagnetic beam pass through the body to produce images. فإذا هو يستخدم حزمات مغناطيسية كهربائية تمر من خلال الجسم حتى تكون لنا صور. الإلوستريشن الرسم اللي موضح هو chest X-ray. يقول يذكرنا هنا جوا radio pack dye possibly required for radiographs of the soft tissue. بعض الأحيان الأنسجة أوكي ما تبين فيحتاج استخدام صبغات معينة. فأتوا فقط الجزء المحاوط بالأحمر هو المطلوب للحفظ بالامتحان. هسا نجي على جهاز آخر اللي هو الألتراساوند يرمزوا له US. اللي هو نفس السونار. Ultra high frequency sound waves emitted by a transducer or probe to produce an image of a body structure on the computer screen. إذن هو جهاز يستخدم موجات صوتية sound waves موجات صوتية عالية التردد emitted by transducer هاي الموجات الصوتية عالية التردد يتم انبعاثها من خلال probe هذا اللي هو اللازمة transducer or probe راح يبعث هذه الموجات فوق الصوتية عالية التردد على الجزء اللي مطلوب فحصه اوكي. طبعا هذا الجهاز مربوط بالكمبيوتر تطلع على الكمبيوتر الصورة produce an image of body structure on the computer screen. اما الالوستريشن الرسم basic component of the US device. ننتقل للتعريف الآخر اللي هو جهاز آخر اللي هو PET scan Positron Emission Tomography اللي هو يرمزوا له PET. Okay.
فناخد تعريفه اللي هو use of radioactive chemical called a tracer that is introduced into the body. Accumulation of the tracer in the most rapidly metabolizing tissues. إذن هو استخدام مواد كيميائية فعالة إشعاعيا يطلق عليها التريسر يتم إدخالها إلى الجسم أوكي يتناولها الشخص المريض أوكي introduced to the body يتم تقديمها إلى الجسم هاي المواد الكيميائية الفعالة إشعاعيا راح تبدي تتجمع مثل ما تشوفون هنا تبدي تتجمع في المناطق اللي بيها شنو هاي يعني بيها الأيض جدا عالي أوكي فعادة هي الخلايا السرطانية هي الأيض مالتها عالي فإذا جمعت الصبغات هذه كليتها أو المواد الكيميائية في مناطق معينة فممكن هذه المناطق هي مصابة بالسرطان أوكي طبعا هو البيت مو فقط يستخدم للكشف عن السرطان ممكن يستخدم لأمراض أخرى فالإلوستريشن يوضح لنا metabolic activity of the brain's tissue يوضح لنا الفعالية الأيضية لأنسجة البرين بس هنا هذا هنا أنا أشرتكم لهنا الحروف لكن هو حقيقة لكلمة التشيو أوكي هاي عدلوها يعني هاي accumulation of tracer in the most rapidly metabolizing tissue داخل نجي على الجهاز الآخر اللي هو الأمراي الجهاز الآخر اللي هو الأمراي magnetic resonance imaging اللي هو الرنين مبدأ عمله أو هو شنو اللي يستخدمه حتى يكون لنا صور use of radio wave and strobe magnets إذا يستخدم موجات راديوية ومجال مغناطيسي شبيه strong قوي to produce multiplanar cross sectional images حتى ينتج لنا الصور أوكي صور مقطعية من كل الاتجاهات أوكي والصورة اللي موضحة هي MRI of the brain صورة MRI مسويها للبرين أوكي فقط الجزء هذا المحوط هو المطلوب حفظ أوكي الأمراي هو الرنين هسه نجي في بعض الكلمات الأخرى في الإكسرسايز تمرين complete the medical words ممكن تجيكم فراغات record of sound is called sonogram Number two, process of recording, عملية تسجيل, okay, beyond the sound, ultrasonography. إذا نجيب لكم يعني in other world, build a medical word that mean process of recording beyond the sound, تقولون ultrasonography. Number three, instrument to cut skin, dermatome, tome معناها cut, its skin معناها derma, okay, فdermatome. Number four, instrument for examining the bronchi. Okay. جهاز يستخدم لفحص القصبات الهوائية. فبرونكيوسكوب. Okay, bronchioscope. مطلوب حفظ كل كلمة ومعناها. كل كلمة شنو معناها والعكس صحيح. هسه عندنا هنا more exercises. Complete the medical word exercise. Number five, instrument to measure the cranium. إذا جهاز أو آلة يستخدم لقياس حجم أو أبعاد الكرينيوم الجمجمة في كرينيوميتر. Number six, visualization examination, visual examination within the body, endoscopy اللي هو النابور تكلمنا عنه. Number seven, pertaining to through the abdomen. إذا نستخدم في شيء يمر من خلال يعني خلينا نقول ياخذ مقاطع عرضية من الابدومن بطن منطقة البطن فنقول ترانس ابدومينال فترانس معناها ثرو فشيء يمر من خلال الجزء المفحوص اللي هو الابدومن في حالة continue with the medical word exercise number 8 study of blood دراسة الدم means Hematology. Okay, then hematology is the study of blood. Number nine, instrument for measuring heat. Okay, آلة تستخدم لقياس درجة الحرارة معروف ثرمومتر اللي هو المحرار. Number ten, specialist in the study of X-rays. شخص مختص في دراسة الأشعة السينية اللي هو radiologist. Radiologist اللي هو مثلكم يعني تقريبا.
بس انتوا راح تكونون عام مو فقط اكس راي.